طيب انا دلوقتي لو هعمل بابا غنوج عايزه اعمل بتنجان مشوي اظبطه في اي سلطه انا عاوزاها. هحكي عن شوي البتنجان وهنشويه ازاي، لكن اسمحوا لنا الاول ننزل مقادير البابا غنوج اللي معانا، اللي احنا نعمل برضو سلطه البابا غنوج كده بطريقه لطيفه. خلينا الاول ننزلها وبعدين نحكي مع بعض على شوي البتنجان اصلا طريقه ليه ازاي. عندنا 2 بتنجانه مشويه رومي، عندنا بصله مشويه بشوي البصل معاه، عندنا ربع كوبايه من الطحينه، عندنا زيت زيتون، عندنا عصير ليمون وكمون وملح وفلفل، ثوم مهروس، بقدونس مفروم، للتزيين زيت زيتون وشطه حسب الرغبه. انا باخد البتنجانه بتاعتي السليمه، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بقى كده نطلع لقدام شويه، اهي بتنجانه سليمه خالص. هاخد كده قطعه فويل، هحط فيها البتنجانه، وما بحطها بخرمها كده بس بالشوكه، شايفين ازاي؟ كده كده. والفرن عندي سخن 180، خلاص. وباخد بصلايه بقشرها واحطها معاه، ولو عايزين فصين توم كمان تشوهم او تاخدوا نص راس التوم وتحطوها مفيش مشكله، خلاص. وهعمل كده على الخليط وهقفل وهدخلهم الفرن، خلاص. بسم الله، علشان تتشوي هتاخد وقتها، ولما هتطلع هبقى لازم اعمل حاجه مهمه، لازم اكتم البخار في البتنجانيه دي عشان تعمل القشره، بصوا تبعد عنها كده. لو انا ما كتمتش البخار في حاجه تكتمه هتلزق فيها القشره وهتضايقني قوي وانا بشيلها، فانا لازم اكون عارفه ازاي اتخلص من القشره دي واشيلها بسهوله زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هبدا بقى اقشرها بسهوله كده زي ما حضراتكم شايفين اهي، وانا ماسكاها عاديه جدا بعد ما شويتها، وتطلع طعمها روعه وفيها تدخينه كده، لان البابا غنوج عارفين جماله في الطعم المدخن ده اهي، شايفين ازاي اهي. في ناس ممكن تعملها على الغاز، على الغاز يعني على البوتاجاز ماشي، بس طبعا هي في الفرن اسهل بدل ما تفضلي واقفه تقعدي تقلبيها يمين وشمال، فالدنيا هنا هتبقى ابسط واجمل بكثير. طيب انا بقى هقطع الجزء ده، خليني اخد السكينه دي اهي كده، وهاخد بوله كده نظيفه هحطها هنا، وممكن طبعا بالسكين خفيف كده هبدا. بصوا اهي شايفين من جوه بيضه وجميله ازاي، هبدا اقطع كده. حلو ان احنا نحس برضو شعور البابا غنوج ان في بتنجان، ما تبقاش يعني ايه مهروسه قوي قوي جامد كده. طيب نعملها بقى في طبق جميل، خليني كده اشوف طبق واسع حلو عشان يبان فيها الايه البابا غنوج الخطير ده. ممكن اخد ده، يلا بينا هناخد كده كميه البابا غنوج. انا هاخد شويه من البتنجان بما ان عندي 2، بصوا بس الصوص ده هاخده عشان هضربه في الخلاط، هاخد معاه شويه الصوص ده اللي هو ايه اللي هو الناتج من عصاره البتنجان مع زيت الزيتون اللي انا شويته في الفرن، خلاص. هاخد كميه منه وهسيب شويه خشنين، كميه منه هضربهم هنا في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد البصل المشويه اللي وريتها لحضراتكم، احنا شوينا البصل طلع كده اهو، ده البصل المشوي، شيل بس دي اللي من جوه مش عايزاها اهو. هاخد البصلايه المشويه معاهم كمان، وعندي كمون وثوم وطحينه، وهاخد كده معلقه كمون، شعره بسيطه من الشطه بسيطه، ودي اختياري، والطحينه بسم الله مش كتير، عايزه احس طعم البتنجان اكتر كده. طحينه الخام، عندي عصير ليمون، هم
ناخد رشة الملح والفلفل. رشة فلفل. ويلا بينا زيت زيتون والبقدونس. بسم الله. هاخد شوية بقدونس جوه الخليط وهاخد زيت زيتون. تعالوا بقى نضرب الخليط الحلو ده مع بعض. بسم الله. هعمل كالآتي. هاخد بولة هخلط فيها كمية البتنجان اللي قلت لحضراتكم ان انا سايباها شوية فيها خشن، وهضيف عليها من اللي احنا خلطناهم دول مع بعض. شايفين ازاي؟ هنزل هنا فيها قطع البتنجان. رشة بسيطة من البقدونس نقطتين بقى زيت زيتون. واللي عايز شطة لمين اللي بيقول؟ حاضر يا شوشو. شايفين ازاي؟ وايه دوقوا بقى طعم جميل جدا، يعني الطعم المدخن وبعدين بسيطه وسهله خفيفه. استفدت من فوائد البتنجان. اللي عايز يخلي كميه البتنجان اكتر من كده، بس انا عارفه ان بنحب التغميسات اللي على طول، في ناس ما بتحبش تحس او تشعر بذر البتنجان نفسه، عشان كده انا عملت الخطوه بتاعت ان احنا نخلط شويه ونروح خلطينهم على باقي كميه البتنجان، وكده عملنا بابا غنوج لطيف. يعني ايه من السلطات الجميله المحببه برده، وكده مجموعه جميله من السلطات. عملنا ايه بقى النهارده؟ عملنا سلطه النيسواز الفرنسي زي ما حضراتكم شايفينها كده، سلطه رائعه فرنسيه جميله. ممكن تزودوا لها بنجر، عملناها، وده البابا غنوج اهو مخرجنا بيستعرضه. تسلم ايدك، شكرا. لازم تبقى فيها جرشه كده البابا غنوج عن الطحينه طبعا وعن الحمص بالطحينه. عملنا كمان سلطه البنجر بالحمص عشان يبقى عندنا متنوع كده ونستفيد من الحاجه الجميله، يبقى لونها كده مغري ورائع وطعمها كمان هيبقى هو نفسه طعم الحمص اللي حضراتكم بتحبوه. وعملنا سلطه السيزر سلاد بصدور الفراخ المشويه بالصدور، وعملنا كمان سلطه الراهب الجميله زي ما حضراتكم شفتوها. واتمنى يا رب ان النهارده الحلقه تنول اعجاب حضراتكم، قدموا الصنف اللي حضراتكم تحبوه اللي تحبوا ان انتم تعملوه، جربوه ان شاء الله هتستمتعوا بيه. ورجاء بلاش البتنجان نقليه، خلينا نشويه دايما في الفرن. حتى لو هنعمل مسقعه هنشويه في الفرن، شرايح بتنجان مشويه او لو عندنا الاير فراير هنشويه فيها، هتبقى حاجه صحيه عشان بتبقى كم زيوت رهيب، والاهم نحصل على فيتامينز كويسه وجميله. طبعا انا يعني اتمنى كل التوفيق لحضراتكم وكل اولادنا اللي بيتدربوا ويتمرنوا اللي عايزين وجبات سريعه وحاجات كده مشبعه وفيها كل كم الفيتامينز. عملنا النهارده ده بما اننا في قناه الاهلي لازم نعمل حاجات صحيه وجميله. اتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم. وطبعا